المعرض الدولي للكتاب للنشر والكتاب بمدينة البيضاء، ولقد كان حقا حفلا بارزا بحضور الشاعر والمترجم الكبير إدريس الملياني، وكذلك قد قام بتسيير الحفل المندوبة الإقليمية لوزارة الثقافة السيدة خديجة برعو. مسرحية دوار فلامينغو هي مسرحية يوجد بها الشعر، وأيضا توجد بها لغة ثالثة وقصائد زجلية، يعني لا تخلو من بعد شعري وفلسفي أيضا. لن أعطي ماذا تقول هذه المسرحية، لأني أريدكم أن تطلعوا على دوار فلامينغو. وتحية لإذاعة أصوات. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.